يستمر القصف الإسرائيلي على غزة ليخلف اليوم 11 قتيلا على الأقل، ليرتفع بذلك عدد القتلى من الفلسطينيين إلى 590 قتيلا وما يقارب 3700 جريح. من جهتها اعترفت إسرائيل بسقوط 27 من جنودها خلال المواجهة البرية مع المقاومة الفلسطينية، كما أكد الجيش الإسرائيلي أنه فقد أحد جنوده في غزة وقال أنه يعتقد أنه قتل. وكان يوم الاثنين الأكثر دموية، فقد قصفت دبابات الجيش الإسرائيلي مبنى أحد المستشفيات ليخلف 4 قتلى، ما أثار استنكار المجتمع الدولي. منظمة العفو الدولية سجلت أن استمرار القصف على المدنيين وعلى المستشفى يمكنه أن يؤدي إلى تحقيق دولي مستقل في جرائم حرب. وفي بلدة الرام المحاذية لمدينة القدس في الضفة الغربية، قتل شاب فلسطيني بالرصاص الحي يبلغ من العمر 21 سنة. ومنذ أن شن الجيش الإسرائيلي غارات على غزة، يتظاهر شبان غاضبون في مختلف مدن الضفة الغربية تضامنا مع القطاع وتنديدا بعمليات القتل التي تقع هناك.